طيب انتقل لنقرأ مقال مهم للكاتب الصحفي الدكتور أسامة الغزالي حرب. المقال كان بعنوان فاروق حسني، وقال: أكتب هذه الكلمات تقديرا واحتراما لواحد من أبرز وزراء الثقافة في مصر المعاصرة وأطولهم بقاء في منصبه، 24 عاما، الفنان فاروق حسني، وذلك بمناسبة الانعقاد الحالي للدورة الرابعة لجوائز الفنون التي تقدمها مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون. إنني لا أنسى الظروف التي تم فيها تعيين فاروق حسني وزيرا للثقافة، كان ذلك في عام 1987 خلفا للدكتور أحمد هيكل الذي كان أستاذا جامعيا مرموقا للثقافة، كان في اللغة والأدب ثم رئيسا لجامعة القاهرة لفترة قصيرة قبل توليه الوزارة في ذلك الحين. ثارت ثائرة المثقفين وما أدراك ما المثقفون لتولي فنان تشكيل وزارة الثقافة، وكتب الأديب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي: نحن لا نقبل هذا الوزير ولا نعرف من يكون، غير أنني هنا أعيد التذكير بالمواقف والموقف الرائع للكاتب الكبير الراحل أحمد بهاء الدين الذي دعم بشدة اختيار فنان تشكيلي بارز لوزارة الثقافة، وكتب أكثر من مقال يشيد باختيار فاروق حسني الذي أضحى صاحب أطول مدة بتلك الوزارة على الإطلاق منذ تأسيسها الراسخ على يد الوزير المثقف والفنان الكبير الدكتور ثروت عكاشة، وفصلها عن الإرشاد القومي في عام 1966، ولم يعادل الإنجازات التي حققها فاروق حسني إلا المعارك الضارية التي خاضها ما أكثرها، خاصة في مواجهة الإخوان، غير أنني أكتب هذه المقدمة القصيرة التي لا توفي فاروق حسني حقه لأشيد بمؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون التي أنشأها كجمعية أهلية في عام 2019 مستهدفة خلق مجالات جاذبة للشباب والإسهام في دعم أصحاب الطاقات الإبداعية الخلاقة والمواهب الأصيلة، وكذلك إقامة مسابقات فنية وثقافية لتلك المواهب. وقد قرأت أن مقر المؤسسة بالزمالك يضم أعمالا فنية لفاروق حسني وغيره من كبار الفنانين المصريين والأجانب، فضلا عن مكتبة للكتب والموسيقى. تحية إجلال وإكبار وتقدير للفنان المصري الكبير فاروق حسني. سيادة المستشار، يمكن مقال دكتور أسامة غزالي حرب سرد بعض التاريخ عن وزارة الثقافة وموقف المثقفون، ويعني هو قال جملة عجبتني جدا، إنه المثقفون لما بيتلموا على حاجة ما أدراك ما المثقفون، خلاص بيبقى بينتهي. لكن كان في تحدي أمام الوزير الفنان فاروق حسني وقدر إنه ينجح في هذا التحدي، خرج من الوزارة. أنا عايزة أتكلم، ما في وزراء كتيرة جم وخرجوا، لكن خليني أقول إنه ما وقفش عن نشاطه، ما وقفش عن الفن والاهتمام بالفنانين. يمكن وزارة الثقافة يعني ما بتقومش بهذا الدور القوي الآن، ممكن لأسباب كتيرة، ممكن لأسباب مادية، يعني برضو ما هو أنت رعاية الفنانين دي بتحتاج أسباب مادية، وهذه المؤسسة بيحشد ليها الفنان فاروق حسني العديد من الشخصيات اللي ممكن أنها تدعم الفنانين. شايف هذا النشاط، خليني أقول أنه أنا كنت وزير وقعد وزير كتير 24 سنة وخرج من الوزارة لكن ما وقفش نشاطه. خليني بس، انا الخبر ده مستوقفني في اكتر من نقطه كده حابب ان اشير اليهم قبل ما اشير الى الوزير فاروق حسني. خبر اولا ان انا شايف من يعني المعروف ومن توجيه الشكر لكاتب هذا المقال ان احنا بنكتب على حد ونمتدح فيه بعد ترقل الموقع، ودي رساله لابد انها تبقى لينا كلنا، تبقى ثقافه، على اعتبار ان مش لازم نهدم تواريخ لناس أدت للوطن. صحيح. له وما له ما له وعليه ما عليه. فاروق حسني أو الوزير فاروق حسني من الوزراء القلائل اللي أثار حالة جدلية كبيرة جدا جدا أثناء فترة توليه الوزارة، وخاصة إنه جه بعد وزير غير عادي كان الوزير أحمد هيكل، ويمكن حتى هم داخل الوزارة والمثقفين كانوا رافضين لفاروق حسني كوزير، وخاصة إنه جاي بعد أحمد هيكل. ولكن أعمال فاروق حسني لا يمكن تنسى. التطوير اللي تم داخل وزاره الثقافه لا يمكن ننسى، احنا يمكن لسه كنا بنتكلم على تطوير المنطقه، يمكن دي كانت من ضمن مشروعاته على فكره، من مشروعاته المتحف المصري الكبير،
تطوير البنيه التعليميه، كثير كثير من المشروعات احنا ومتحف الحضارات ومتاحف كتير والفسطاط وغيره. يعني انا 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 مش هتكلم في مجال تعدد انجازات الوزير فاروق حسني قد ما انا عاوز اتكلم ان احنا لابد ان احنا ندي لكل واحد حقه. والرساله الاولى ان انا بتكلم على حد سابق مش حد في السلطه، ودي رساله مهمه جدا 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 تبقى ثقافه داخل المجتمع المصري. الرساله الثانيه ان احنا برضو ما نحاولش نحكم بدري على اي شخص. يعني فاروق حسني يتحكم عليه مسبقا بالفشل، هو اثار حاله جدليه وطبعا بتصريحاته عن الحجاب وبتصريحاته عن احراق الكتب الاسرائيليه، دي كانت حاله جدليه. يمكن الوزير الوحيد اللي ولا رضي الاسلاميين عنه ولا رضي العلمانيين عنه، لان العلمانيين برضو الفريق المثقف في العلمانيين قال لك لا، يعني هو برضو كان في تقييد للحريات في عصره فبرضو كانوا رافضين ليه. ولكن ما ننكرش انه فتره من الفترات اثناء ترشحه لليونسكو برضو عمل معركه ومعركه كبيره مع وزيرته، يمكن وصل للمرحله الخامسه والاخيره بفرق يمكن 3 أو 4 أصوات وكان هيبقى مدير لليونسكو. حاله من الحالات المهمه داخل السياسه المصريه، بس لازما دي بتعلمنا ان انا اولا احترم تاريخ اي حد، احكم من محكم يبقى عندي نوع من انواع الحياديه في الحكم، اعطيه ما عمله وانسب اليه انجازاته، واذا كان في ليه بعض النقد والنقد للتصحيح وكشف بصيره للجديد على اعتبار انه يمشي ما يمشيش عليه. الحاله الثانيه ان انا يعني دايما ما احكمش بدري او ما احكمش بالمقدمات، لا هو احنا حكمنا هم اتحكم عليه اول ما توليه الوزاره بالفشل، ولكن على الرغم من طول مده توليه الوزاره لا عمل انجازات داخل الوزاره، وبعد ما خرج بالوزاره بيعمل وخاصه ان برضو التعامل مع المثقفين مش سهل. يمكن احنا شفنا يمكن اثناء فتره الاخوان يمكن المثقفين صاروا على وزيرهم وكانوا طالبوا بوزير، لان طبعا كان جاي عشان يأخون الدوله المصريه، وانت طبعا كلنا عارفين اللي كان بيبغي اليه الاخوان المسلمين في هذه المرحله وطمس الهويه المصريه، يمكن المثقفين وقفوا قدام ده. فبالتالي موضوع المثقفين وخاصه هذه الفئه في المجتمع، يمكن احنا طول عمرنا مصر بتتميز بهذه الفئه، يمكن هي دي دايما احنا نقول عليها القوى الناعمه، ودي من مصادر قوتنا كمصر، ولابد انها يتم استغلالها الاستغلال الامثل. في بعض الاحيان من عمر الدول بيمر المثقفين بمرحله من مراحل الفتور، ولكن لا، المثقف المصري وفئه المثقفين المصريين هي القوى الناعمه للمجتمع المصري والقوى الناعمه لمصر، وهي اضافه من الاضافات اللي لابد ان احنا نستفيد منها خلال المرحله الجايه.